وأصحابه وأحبابه ومن والاه. أهلا بكم جميعا في هذا الاجتماع الطيب المبارك في بيت من بيوت الله لنذكر الله ونصلي على حبيب الله محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وأن نرحب بضيوفنا الكرام، طبعا لا نريد ذكر أسماء فهم أغنياء عن التعريف، لكن نحن نبشرهم بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقرأه أمامهم حتى إن شاء الله إذا في أي زلل أو أي خطأ يصححوه لنا. إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في بحرها ليصلون على معلمي الناس الخير. فهم من أهل هذا الحديث، تركوا بلادهم وأتوا من بلاد بعيدة إلينا لينصحونا ليحدثونا عن حب الله وعن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصاً أن معنا بركة عظيمة الآن، معنا شعرة من شعرات الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. لن نحرمكم البركة، سنترك إن شاء الله بضع دقائق قبل الأذان لنتبارك معكم بهذه الشعرة المباركة، لكن بعدها بيتلفنا الشيخ إن شاء الله زيد لي حديث منه. تفضل. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحن أتينا حتى نستفيد منكم ونستمع إليكم، والحمد لله وصلنا لهذا المسجد المبارك والجميل من أجمل المساجد أنا زرتها في حياتي بلا مبالغة. نشكركم ونشكر الشيخ المرشدين على هذه البركة وهذه البركات. وأنا أقول كما قال الناظم، أتيناك بالفقر يا الذين وأنت الذي لم تزل محسن، هكذا وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي مساكنك شعث قد بلده بحبك إذ هو أقصى المنى، بحب الله سبحانه وتعالى وبحب النبي صلى الله عليه وسلم. نجتمع على هذا ونحيا على هذا ونموت على هذا ونبعث إن شاء الله تعالى على هذا. فنعم الله لي ولكم لسعد الناس في هذا البلد وفي هذا العالم حقا في هذه الأيام. فقال بعضهم هي أيام الأزمات والزلازل، ونحن نقول بأنها أيام البركات ومنازل، والحمد لله رب العالمين. فأقول يا الله، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك. فنسأل الله سبحانه وتعالى النور المحمدي، فندعو الله تعالى كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وبين أيدينا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم اجعلنا جميعا أنوارا، واجعل لنا جميعا أنوارا نمشي بها في ظلمة هذه الدنيا. فالحمد لله رب العالمين، الله
بارك فيكم ونتبرك بشعرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتبرك بهذه الأيام وبشهر ربيع الأول القادم إن شاء الله، وبوجودكم وما أجمل هذه الوجود، أنواركم متلألئة مثل النجوم في السماء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وجزاكم الله خيرا، الله بارك بكم ويتقبل منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.